طيب سؤال 67، احنا حكينا بنمسك كل بلوكه وبنحللها على تي 1 يو، في عندي تي 2 تي وشو في عندي اف سبرينج، فقول له تي 1 بلس يو 1 2 بيساوي تي 2، تي 1 0 حكى لي هاي، تي 2 شوف عندي اتجاه حركتي لهيك معروفه، 2 تي في اكس اي ناقص اف سبرينج اللي هي تكامل من صفر لاكس اي ايش كي اكس دي اكس، شو بدها تساوي؟ شو تساوي؟ نص ام اي في اي تربيع، بروبلوك بي في عليها تي عليها ام جي، اتجاه حركتي لتحت جاذبية ارضية، بتحكي له تي 1 بلس يو 1 2 تساوي تي 2، تي 1 0 اترست يو 1 2 في عندي ام جي في اكس بي ناقص تي في اكس بي. هاي المعادلات تكتب لي اياها بالامتحان، ليش؟ مشان تحصل علامه لو كان عندك غلط بالاكس بي والهاي. طيب معادلتين مجهولين، بس في عندي الفي بي بدلالة في اي، والفي اي تخليها ايش؟ على 4 على انه 2 وهاي في بي. طيب حل المعادلتين تطلع معي في بي يساوي 1.044 متر لكل سكند. طيب الفرع الثاني طلب مني ماكسيمم فيلوسيتي، متى الماكسيمم فيلوسيتي؟ لما الشغل بيساوي لما مشتقة الشغل بتساوي زيرو، فايش بعمل انا؟ ايش بعمل انا؟ بمسك هذا الاشي بمسكه بجمعهم سوا وباخذهم المشتقة، فايش عندي انا؟ 2xa ناقص txb بتساوي زيرو، معروف الشد لازم يلغي بعض، طيب شو بضل عندي؟ ناقص kx ناقص kx ناقص kx اللي هي تكاملها بصير سالب نص في 300 ايش؟ اكس اي تربيع، اكس اي كم بتساوي بدلالة اكس بي؟ اكس بي على 4، اكس بي تربيع على 4 يعني على 8، على 8، شو بضل عندي انا؟ عندي الام جي زائد ام بي في جي اكس بي، شو بده يساوي؟ نص ام اي في بي على 4 تربيع زائد نص ام بي في بي تربيع، فشو القانون بحكي لي؟ دي يو على دي اكس بساوي زيرو، اي اشي في اكس بشتقه بصير سالب ربع في 300 اكس بي زائد ام بي في جي، شو بدها تساوي؟ زيرو، تطلع معي اكس بي، اكس بي تطلع معي اكس بي ايه زيرو بوينت 1.962 اشي زي هيك، هاي 0.92 وين بتعوضها؟ بعوضها هون، بعوضها وين؟ هون، هاي المعادلة، هاي المعادلة، اكس بي بعوضها هاي اكس بي، في بي بتطلع معي في بي، تساوي كذا. طيب الفرع الثالث ايش طالب مني؟ طالب مني الماكسيمم ديسبليسمنت يعني السرعة صفر، هاي المعادلة نفسها بس بصفر السرعات، بخلي هاي صفر. شو ظل عندي؟ اكس بي مجهول 1، انقله للطرف الثاني وخلص. فكانت الفكرة انه الاشتقاق شو بصير لما نجمع نظام بالمعادلتين، بالقانون تي 1 بلس في 1 راح نستعمل سيجما اف واي تساوي 0 او سيجما اف اكس تساوي 0، بنطلع التنشن والتنشن غير هذا وهاي، فهاي افضل لانه لو كان في السؤال احتكاك ضافوا الدكتور نفس السؤال بس حط فيه احتكاك انه نشتق كمان مسافة الاحتكاك، يعني هاي كمان هاي الشغلة حلوة كثير. فهيجي السؤال، هي السؤال كثير كثير سهل لو حليته على الطريقة. خلص احنا لما نحسب الشغل مشان نوجد السرعة بي نفس الخطوات، بس اكس اي انا معي واكس بي معي، فانا طلع معي العدد بس الفرع اثنان طالب مني ماكسيمم فيلوسيتي، نفس الخطوات بس بشتق، يعني اكس بي مجهولة انا بطلعها من الاشتقاق وبعوضها بنفس المعادلات، بس شو بعمل؟ للنظام كامل بجمعهم، يعني زي كأني حليت للنظام هذا وطلعت سرعة عادية، بحل لهذا النظام بس بشتق مشان اوجد السرعه الماكسيمم. طيب ماكسيمم فيلوسيتي بصفر هاي وهذول جمعهم لغي تطلع معي الاكس بي مباشره. بس يعطيكم العافيه.